جديد درس مكانة الصلاة في الإسلام. مكانة الصلاة في الإسلام. مكانة الصلاة في الإسلام. للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها. النقطة الأولى، وهي أكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها. النقطة الثانية، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. النقطة الثالثة، وقد نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركها إلى الكفر، فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن عبد الله شقيق العقيلي قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. النقطة الرابعة، الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. النقطة الخامسة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، وهي أول ما يحاسب العبد عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. النقطة السادسة، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما ملكت أيمانكم. النقطة الأخيرة السابعة، وهي العبادة الوحيدة لا يقصد بالصلاة وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفك على المكلف. وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفك على المكلف، وتبقى ملازمة له طوال حياته أو طول حياته، لا تسقط عنه بحال. الخامس، أركان الصلاة وواجباتها وسننها. تشتمل الصلاة على أقوال وأفعال مشروعة. تشتمل الصلاة على أقوال وأفعال مشروعة، تتكون منها صفتها الكاملة، وهي كما يعرف العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام. الأول وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام. الأول الأركان، الثاني الواجبات، القسم الثاني الواجبات، القسم الثالث السنن. نبدأ بالقسم الأول الأركان. إذا ترك في الأركان، إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها. القسم الأول الأركان، إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه وقامت التي تليها مقامها. القسم الثاني الواجبات، القسم الثاني الواجبات، بطلت الصلاة إذا تركت منها شيء، إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة. وإن كان تركه سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو، ويجبره سجود السهو. الواجبات، القسم الثاني الواجبات، إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه لم تبطل، ويجبره سجود السهو. القسم الثالث السنن. القسم الثالث السنن، لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأركان الصلاة 14، وهي كما يلي: أركان الصلاة 14 ركن، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. الركن الثالث قراءة الفاتحة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركنان الخامس والسادس، الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السابع السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة سجدتين، لقوله تعالى: واسجدوا. والأعضاء السبعة، أعضاء سبعة، ما هي الأعضاء السبعة؟ وهي الجبهة، الأعضاء السبعة وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، الطمأنينة والخشوع في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وينقل. وقد دل الكتاب والسنة على من وقد دل الكتاب والسنة على من لا يطمئن في صلاته لا على من لا يطمئن في صلاة لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. الركن العاشر الحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات اللي هو التشهد الأول، ويبدأ بالتشهد الثاني. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول: اللهم صل على محمد إلى آخر، وما زاد على ذلك فهو سنة.
الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها المكان الرابع عشر والأخير. التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. التسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. هذه صفة الصلاة بشكل عام. معنى مهم، معنى درس، مسائل مهمة تتعلق بالأركان، فمن ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان التحريم لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريم وتركه وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، إن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره في شروعه في قراءة الركعة الثانية الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد في السهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. واجبات الصلاة معنا الآن، واجبات الصلاة وهي ثمانية، واجبات الصلاة وهي ثمانية. الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده. الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، هذا بالنسبة للأول، أول واجب في الصلاة. الثاني الواجب الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، إنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقول. الواجب الثالث التحميد، التحميد أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم المنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
الرابع، الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، يقال مرة واحدة، وتسنى الزيادة إلى 3 وهي أوفى الكمال، وإلى 10 وهي أعلى، أحسن تقوله مرة واحدة في الواجب مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى 3 مرات أو 10 مرات. الواجب الخامس قوله سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسنى الزيادة إلى 3 مرات، تسنى الزيادة إلى 3 مرات. أما الواجب مرة واحدة، ويسن الزيادة 3 مرات. الواجب السادس، الواجب السادس قول رب اغفر لي، قول رب اغفر لي بين السجدتين، يقال مرة واحدة الوجوب، أما في السنة تسنى الزيادة إلى 3 مرات. السابع، الواجب السابع التشهد الأخير، التشهد الأخير وهو أن يقول التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الواجب الأخير الثامن، الواجب الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا حكم من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها. وهنا حكم من تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو، لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. معنا القسم الثالث من الصلاة اللي هو سنن الصلاة، القسم الثالث سنن الصلاة، القسم الثالث من هذه من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين. سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وسنن الصلاة نوعان. هناك للصلاة سنن، النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح، والتعوذ والبسملة والتأمين
الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتعميم والقراءة، القراءة بعد الفاتحة بما يتيسر من القرآن مثل صلاة الفجر، صلاة الجمعة والعيدين، وصلاة الكسوف والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد. وما زاد على هذه الواحدة ما زال وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود، والزيادة على المرة في قوله في قول رب اغفر لي بين السجدتين وقوله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. هذه يقال بعد التشهد الأخير مع نهاية الصلاة. ما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. النوع الثاني سنن الأغوال، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ووضعهما على صدره في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافاة بطنه على فخذيه عن ساقيه في السجود. ومد ظهره في الركوع معتدلا أي مستويا مستقيما، وجعل رأسه حياله يعني متوازي معه مع ظهره، فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه والمشروع المسلم، أن يأخذ بهذه السنن قدر المستطاع لتكون صلاته أوفى، صورها الشرعية متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وليظفر بما رتب عليه من الأجر والثواب. نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله مع المحاضرة القادمة ما بعد الغد إن شاء الله.